السلام، انا معاد احبوش. في هذا الفيديو غتكون الكمالة ديال القصة انتيغون، فغندويو على فاش شدوها شنو وقع. بالنسبة لشي حوايج ما كنتش ذكرتهم، بحال الاب ديال انتيغون اللي هو اوديب، الاب ديال انتيغون وبولينيس هو اوديب. بالنسبة الاخ بولينيس اللي كانت امر عليه بولينيس باش يقتلو ويدي ليه الحكم هو اوتيوكل. والبلاد اللي وقع فيها هادشي كامل في الاصل واللي الحاكم ديالها دابا هو كخيون هي اتينا. اتينا كاينه في اليونان. فخلينا في انتيغون فاش شدوها الحراس وفرحانين حيت جابوها لكخيون الخالها والحاكم ديال البلاد بيان سور. كخيون تصدم من اللي دخلوها ليه، لقاها بنت اختو اللي تشدات، ماشي شي واحد اخر اللي كان كيظن ولا شي دري صغير. فلقاها هي اللي كانت كتدفن في بولينيس وكترمي عليه التراب. الحارس غيقول ليه، يعني غيزيد يرمي ليه الحامض على الجرحى، راه حاولات تدفنو مره اخرى واخا شافوها ما هرباتش، بقات كتدفن فيه ما امكن حتى تساليه كامل. هادشي اللي شفناها دارت واخا ما شديناهاش في المره الاولى، عاودت رجعت في المره الثانيه وبقات كتدفن فيه. انتيغون ما غتنكرش وغتقول ليه هادشي اللي كيقول الحارس هو الحقيقه، يعني افتخره بهادشي اللي دارت، ما عارفاش باللي راه خالها شاعله فيه العافيه من الداخل. كخيون دابا غيقول للحراس سيروا تخباو، ما بغيت حتى شي واحد يشوفكم حتى نجيو نقول لكم شنو غديروا. غيمشيو للحراس، غيبقى كخيون مع انتيغون الراس في الراس. غيقول ليها كخيون طلعي لبيتك وديري ان حتى شي حاجه ما وقعت من هذا الشيء، والحراس انا غنتكلف بهم، غير انتي نسي هاد الدفين ونسي بلي درتي هاد الشيء ونسي كل شيء. انتيغون باش تلبدها دابا وتطلع لبيتها، لا هي واخا سمعات هضرتو بغات ترجع باش تدفن خوها. كخيون شاف فيها قال لها اش باغا ديري، واش انتي حماقيتي ولا مالك؟ قالت ليه والو انا غندفن خويا، خويا هو اللي خصني ندفنو وما غتبدلش ليا الراي ديالي، ما عرفت شنو يوقع خويا مصر انني خصني ندفنو. كخيون ديجا شاعله فيه العافيه من هادشي اللي وقع وكيبرد، ولكن دابا بغى يقنعها بشي حجاج من باش ما تدفنش خوها بولينيس. فقال ليها بلي هادشي اللي باغا ديريه ما عنده حتى قيمه، سواء بولينيس تدفن ولا ما تدفنش كيف كيف، بغى زعما يقلل من داكشي اللي كانت باغا دير، ديك الفكره اللي كانت باغا دير بغى يقلل من القيمه ديالها. قالت ليه لا انا حره، عندي الحريه ندفن خويا، انت الحاكم ديال البلاد ما تقدش تدفنو حيتاش غتخاف لي يخونوك ولا يديروا عليك انقلاب، انا غير مواطنه حره ممكن ندفنو، ممكن ليا انني ندفنو بكل حريه. كخيون غيقول لها اخوك بولينيس تمرد على خوه ونقالب عليه وتقتلو بجوج. قال ليها انا ما بغيتش بولينيس يبقى مرمي جيفه بحال هكاك، ولكن هادشي باش يتعلموا الناس درس منه ويخافوا انهم يخونوا الحاكم اللي هو انا. انتيغون كيدخل ليها داكشي في ودن وكيخرج من ودن، يعني الهضره ديال كخيون ماشي في بالها دابا. غيعطيها واحد الحجه اللي غتخليها تقريبا انها صافي تنسد فين، غيقول ليها بلي خوتو بجوج يعني بولينيس واوتيوكل راه كانوا دايرين الصداع لباهم، فاش كان كيحكم كانوا هما قباح و يعني كانوا كيحاولوا يديروا عليه انقلاب، وكانوا خوانه بجوج، يعني خوانه بجوج للدوله في الاصل. غيقول ليها ما تستحقيش تعدمي على ود جوج خوت كانوا مسطين، يعني كانوا خوانه ومسطين وباغيين ينقلبوا على باهم وكانوا بحال هكا. فانتيغون هنايا بحال اقتنعت، يعني اقتنعت تماما، كانت طالعه لبيتها ولكن توقع واحد اللعبه اخرى. انتيغون اقتنعت باش ما تدفنش خوها، وافقات وطلعت لبيتها، وهي طالعه لبيتها كخيون غيقول لها واحد الحاجه اللي غترجعها للفكره ديال الدفن، يعني انها تدفن خوها بولينيس. غادي يدير خطا كبير اللي قلب القصه راسا على عقب. فقال لها تخيلي الحياه مع ولدي ايمون، الحياه الزوينه اللي كتسناك وانتم عايشين وفرحانين وداك الجو الزوين والرومانسي. غير قال ليها هادشي بحال الا حك ليها على الجرحى، يعني هي في موضوع وهو تيدوي في موضوع، فهي بحال تقلقات ورجعت الفكره ديالها. تما انتيغون زادت تاكدات ليها يعني ديك الفكره ديال دفن خوها، خدات القرار فورا انها تمشي تدفن خوها بولينيس. عياك خيوم ما يردها انها تراجع على الفكره ديال دفن خوها. فهنايا غتبعها اختها اسمان كتجري، قالت ليها انا معاك اختي،
يعني احنا بجوجنا خصنا ندفنو خونا بولينيس. اسمان كانت كتصنت عليهم يعني كانت كتسمعهم شنو تيقولوا، فدخلت قالت ليها اه اختي غندفنو خونا بولينيس، هذا الواجب ديالنا. انتيغون غتقول لك خيو شفتي ها وحده تبعاتني، غدا الشعب كله غيتبعني ويوقع انقلاب. سربي عدمني قبل ما يوقع هذا الشيء كامل، يعني ما يوقع حتى شي حاجه من هذا الشيء. فهنا ياك خيو غي يبقى يصبر فيها ويقول لها لا تراجع على الفكره، تراجع على الفكره، ما خصك تفني خوك، علاش غيوقع هذا الشيء كامل. هي بدات عاوتاني تضرب ليه على الوتر الحساس، كتقول ليه ومناش خايف؟ واش انت خايف لهاد الدرجه؟ كيفاش انت داير هكا وانت الحاكم ديال البلاد؟ كون راجل، انت ماشي راجل دابا، اعدمني مالك خايف. ف في الاخر كخيون وصل يعني وصل السيل الزبا غي امر الحراس يجيو يديوها شويه، غيجي داك ايمون، ايمون الخطيب ديالها، غيقول ليه راه خطيبتي هذيك شنو باغي دير نتايا؟ باغي تقتل ليا خطيبتي؟ باغي تقتل البنت الخطيبه ديال ولدك؟ يعني البنت اللي كيبغي ولدك. كخيون والو، قال ليه ضروري خصها تعدم. هنا ايمون حتى هو غادي يخرج كيغوت بحال شي حمق. ايمون غادي يتصطب سبب هادشي، غادي يمشي لواحد البلاصه ويتسنى اونتيغون فين غيديوها الحراس. اونتيغون دابا داوها الحراس، خلاوها مع واحد الحارس على ما يجي الامر باش يمشي ويعدموها. داك الحارس واحد الحارس اللي بسيكوبات شويه، يعني ضارب الدنيا بركله. السيده غادي تعدم وهو تيعاود ليها على مشاكله في الخدمه وانهم مهمش في الجيش وما كيعاملوهمش مزيان والحياه ديالو في الخدمه ما عجباش، وكيشكي على وحده اللي غادي تعدم. يعني بحال الا هي الاعدام عادي، غتموت غير بالضحك، ما غتموتش يعني غادي تعدم وصافي. انا ما كنحملش التصرف. اوكي المهم قال ليها باللي غتدفن حيه، قال ليها الاعدام ديالك هو انك غتعدمي حيه، غيتطبق عليك هكا تكوني معدومه حيه. اونتيغون غتطلب منه يعطيها ورقه باش اونتيغون قبال كانت كتامل في حياتها وتامل كيفاش غتعدم وتامل كيفاش وقع هذا الشيء وعلاش هذا الشيء كامل وقع. فطلبت منه أنه يعطيها رسالة، بدأت كترغب فيه وترغب فيه وترغب فيه باش يعطيها رسالة، حتى لا أعطاها رسالة وحصل لا هو لا هي لا الحراس غي تعدمو كاملين. فهو ما تردد في الأول، ما قبلش، ولكن غراتو بواحد يعني واحد الخاتم ديالها، يعني طمعاتو واحد الخاتم غالي ديالها باش يعطيها تكتب غير رسالة. فغادي يعطيها في الأخر باش تكتب رسالة، غتبدا غير تخور في ديك الرساله، غتبقى تقول انا ما عرفتش كاع علاش وقع هذا الشيء، ما عرفتش علاش غنموت وعلاش درت هذا الشيء كامل، انا كنبغي الناس كلهم اللي عرفت في حياتي. بحال الا هنايا اونتيغون ندمات واحد شويه على داك الشيء اللي دارت، يعني هذيك الشجاعه والجرأة لا فائده، يعني ما دفنت خوها وما دارت والو في الاخر غتعدم. فطلبت منه انه يعطيها ورقه جديده، في الوقت اللي غيجيب ليها ورقه جديده غيكونوا الحراس وصلوا، فهو غيحبس ما غيعطيها والو. هي الرساله اللي كتبات غتمشي، يعني ما كملاتهاش وبغات رساله اخرى، ما كفاهاش الوقت باش دير رساله اخرى وحده جديده، فداوها الحراس. جا هذاك الشيء اللي كانت كتبات ماشي مزيان، فبغات ولكن ما كفاهاش الوقت. ملي جاوا الحراس داو اونتيغون شدوها في ديك الحفره كامله، الحفره الكبيره اللي غتموت فيها، لاحوها في الحفره. خطيبها كان من البعيد غيجي وغيتلاح معها حتى هو في الحفره. اونتيغون غتموت، ماتت اونتيغون، حتى ايمون غيقتل راسو معها وغيموتوا بجوج وغيتلاح معها في الحفره. اوغيديس الام ديال ايمون وفي نفس الوقت مرات كخيون غتسيق الخبر باللي ولدها مات، غتدبح راسها حتى هي. راجلها كخيون غيسيق الخبار ولكن ما غيدير والو في الاخر. فكخيون غيبقى بوحدو دابا، وهو اللي طلع عليه الجوك وما ماتش، تقريبا كلشي مات، وبقى مستمر في الحكم واخا هادشي كله وقع. فهذه هي القصه ديال اونتيغون، هذا هو التلخيص ديالها، يعني هي كامله مكموله، وكنتمنى تكونوا فهمتوها معايا في هاد جوج فيديوهات. هذا الجزء الثاني كيف العادة. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم ليا، كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. نتلاقاو في فيديو اخر،
وفي قصة أخرى وكتاب آخر إن شاء الله. إلى اللقاء إخوان.